عبد المنعم إبراهيم يعني كفنان تعودنا عليه خفة الدم، اللطافة، قدم أدوار كتير، واضح إن هو كان عاشق لعمله. يعني أنا عرفت إن هو بعد ما يعني 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 كان عشقه للمسرح في البداية. طبعًا. من طبعًا. مسرح زكي طليمات لإسماعيل ياسين، وبعد كده يعني بدأ بقى أعماله من الخمسينات، سينما وبعد كده تلاهى التلفزيون وبعدين سينما. إيه أكتر حاجة يعني ايه اكتر يعني ايه الادوار اللي كان نفسه يعملها وما عملهاش، وايه الادوار اللي هو حس ان هو كان سعيد بيها لما كان يتابعها كان يبقى مبسوط؟ كان بيتابع مثلا التلفزيون، يجيب يوم الاجازه فيلم ليه من الثلاثيه ولا حاجه، كان يقعد يتفرج عليه يتفرج ويبقى عليه سعيد تاني جدا. طبعا. ويبقى مبسوط. المسرحيات بقى كان نفسه يعمل البخيل لمولير، وبعدين ما قدرش يعمل. ما لحقش يعني. مين اصحاب الفنان عبد المنعم ابراهيم؟ اصحابه كان له الاستاذ المخرج محمد عبد العزيز، وكان لي واحد تاني علي، استاذ علي نصر الله يرحمهم بقى الاثنين، كان في مسرح العرايس. يعني هو لما ما يكونش عنده دور بيعمله، ما يكونش بيمثل، كان بيعمل ايه؟ لا، كان يتغدى مثلا وينام شويه ويصحى ياخد قهوته وينزل يروح بقى. كان في واحد صاحبه اسمه انكل علي شادي بتاع عربيات، كان يروح يقعد معاه، حد خارج يلموا الوسط بقى، يلموا بقى الصحاب كلهم مع ويقعدوا مع بعض. بعض. طيب يعني اولا كان منشغل جدا، عمل افلام كتير قوي، مثل ادوار كتيره جدا يعني، وادوار مختلفه، كوميدي ودراما ودمه خفيف. هو بقى عبد المنعم ابراهيم جوه البيت، هو مين في الادوار دي؟ شبه مين في الادوار اللي عملها؟ لا، هو شبه عم ادم يعني لما كبر بقى، يعني في الشخصيه الكبيره شايل هم حاجات كتير، عايز يعني يرضي ناس كتير، اخواته دايما بنشوف الكوميديان يعني ما بنشوفه على الشاشه بخف الدم، لكن في البيت كان عنده نفس الروح. هو كان لذيذ وبيحب، ما يحبش النكد يعني، ما كان اب شديد؟ لا لا، ما يحبش النكد ولا خالص. شديد ولا يزعق لنا ويتخانق معانا. كانت الماما عايده الله يرحمها هي اللي ماسكه ماسكه الاعداد ده، زمام الاعداد التربيه. عبد المنعم ابراهيم لو احنا قعدنا نتكلم نقول نحطه فين، فهنلاقي انه فكره انه صديق البطل في اعمال كتيره جدا، يعني ما حدش خد المكانه دي، يعني صديق البطل ولكن اسم كبير تقيل. يعني قدر يعني مثلا مش ممكن ننساه في اعمال كتير قوي هو قدمها، الزوجه الثانيه مثلا هو وسعاد حسني. يعني والزوجه 13، والزوجه 13 بالظبط، يعني الاثنين مش ممكن ننساهم ابدا. والسفير عزيزه مع السفير عزيزه وشكري سرحان، واكتر واحد في السينما عمل دور الست سكر هانم. واضواء المدينه، ولقنده المفاجات، ولقنده المفاجات مع اسماعيل ياسين. لما كان بيعمل الشخصيات دي كان بيستعد لها في البيت ولا انتوا كنتوا اطفال ما كنا بتشوفوش؟ صغيرين. كنا صغيرين قوي. ما كانش لسه يعني سكر هانم، كان لسه يعني كان كنتوا عندي اطفال سنه مثلا. تمام. طب المرحله بقى لما كبر فيها عبد المنعم ابراهيم وعمل حاجات الحقيقه في التلفزيون وكان ليه تقل، ده كنتوا بقيتوا خلاص شايفينه وبتشوفوه، كان يحب تبقوا قاعدين وتتفرجوا على العمل بتاعه؟ طبعا. بس هو ما بيبقاش كان متواجد معانا دايما، بيبقى بره. ايه اللي سابه عبد المنعم ابراهيم؟ يعني سايب حاجات خاصه بيه، كتب، مكان كان ليه مكان في البيت خاص. هو له مكتبته، وكان له كتبه اللي بيحبها، وكان بيقرا كتير. وكان لما يجي له دور يقعد لوحده يفصل دوره في نوته كده صغيره، اخر كلمه هو هيقول ايه، وبعدين يحفظ، وبعدين يجي يقول لي سمعي لي بقى لما كبرنا بقى. لما كبرت سمعي. فعندنا النوت صغيره كده بخط ايده يعني. ويقعد وكان يعيش ويتقمص. كان هو كان بيحب شغله قوي قوي، وما كانش يروح متاخر، كان يروح في ميعاده. مين الابطال اللي هو كان حاسس انه بيرتاح في الشغل معاه؟ هو اشتغل مع ناس كتير قوي، بس مين اللي هو دول حبايبه بقى اللي يحب يشتغل معاه؟ هو يعني كان بيحبهم كلهم الصراحة يعني، حتى هم يتحبوا كمان. طبعا طبعا. الجيل ده ما فيهوش حد ما يتحبش يعني، رشا أباظة طبعا، شكري سرحان، كل الناس دي
طبعا وكانوا بيحبوه كمان يعني. كان ليه اكيد عندهم معزه خاصه جدا. اكيد اكيد. طيب يعني منذ ايام كان في احتفال بمئويه اول امبارح الفنان عبد المنعم ابراهيم. الحمد لله. مهرجان السينما احتفلوا. هل خليني يعني اسالك بصراحه، يعني انت كابنه واحنا كمان كجمهور، هل حاسه انه تم تكريمه بما فيه الكفايه؟ هو الحاضر الغائب، بس ما خدش حقه لحد دلوقتي. حاسه ان هو لازم يكرم اكتر من كده او ياخد حقه اكتر ويدرس، ويا ريت هنا التلفزيون المصري يعرض المسرحيات القديمه بتاعته. مسرحيات اعتقد ان هم كانوا في فتره من الفترات بيعرضوها، ويمكن على ماسبيرو زمان. أيوة تكون بس موجوده. ما بقوش يعرضوها تاني، ما بقوش يعرضوها كتير. يعني انا شايفه في الفيلم اللي احنا عاملينه يعني زمايلنا في التاسعة، هو في حته اعتقد معروف الاسكافي، معروف الاسكافي وهو بيتكلم على الحقيقه. اعتقد ده متصور في التلفزيون. لا، عالم للسهرات ده كان في الاردن. في الاردن وهو بيتكلم تعرف ايه عن الحياه وكده. لا ده كان عالم استعراض، كان في الاردن وبيستضيف كل مره فنان. وكان لذيذ قوي. كان برنامج لذيذ قوي فعلا.